بداية كابتن إبراهيم، هل فعلا في ارتفاع في أسعار النوادي النسائية، وإيش السبب برأيك في الاختلاف ما بين النوادي النسائية والنوادي الرجالية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة فعلا في اختلاف في الأسعار بالنسبة للنوادي النسائية عن نادي الشباب. الارتفاع طبعا مبالغ فيه في الأسعار، نجد الشباب الأسعار متناولة يعني بين الشباب متوفرة، لكن النساء مبالغين في أسعارهم شوية، وهذا يرجع لقلة النوادي للأمانة، قلة النوادي النسائية هذا السبب الرئيسي اللي خلى ارتفاع في الأسعار.